ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي، انزلوا حالا دوسوا على اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حاجه انزلها. فيديو النهارده بعد الفيديو بتاع الراجل المهمل، هحط لكم اللينك بتاعه. وبعد الفيديو بتاع تحقيق الاحلام، في ناس عجبها الفكره وقالوا لي ان انا اتكلم في كذا موضوع، يعني منهم موضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده، ايه اللي بيدمر الحب، ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الراجل يكره الست او الست تكره الراجل. تمام، احنا حطينا شويه عوامل، ومش انا ولا انتي ولا هو ولا هي ولا اي حد، لا دي عوامل اساسيه هي اللي بتدمر الحب مع الوقت. نبتدي باول حاجه، الكذب. الكذب بقى بكل انواع، كذبة بيضة، كذبة سودة، كذبة صغيرة، كذبة كبيرة. مثلا هجيب لكم مثال، مثلا هو قايلك لما يكون فلان الفلاني عندكم ما تطلعيش، فتضطري انت مثلا لا قريبي لازم اطلع، لا لازم اطلع اسلم عليه برضو، ما انا مش هينفع يعني افضل كده، فتضطري تطلعي تسلمي وتقعدي تهزري وتضحكي. احنا ما بنقولش دلوقتي ما تقوليش بقى خالي عمي، انا ما جبتش سيره اي حد، فلان الفلاني ما حددتش مين، ان شاء الله يكون صاحب اخوكي، المهم ان قالك ما تطلعيش. تمام، فتطلعي انت، فيجي وسط قاعده الاستاذ ده كان حاضر مثلا وخطيبك قاعد، فقال له لا ده حصل موقف، يعني نيته صافيه مش قاصد، حصل موقف ومش عارفه مثلا ايه، كانت قاعده ايه ده، طب ما انا قايل لك ما تطلعيش. فيكتشف فجأة في لحظة ان انت كدابة، انت كدبتي. شوف الموقف يعني قليل ازاي، بس انت في نظره حاليا كدابة، ازاي هيثق فيكي؟ ده موقف للكذب، كذب بقى بكل انواعه، مش الموقف ده بس، اي موقف. تمام، في اي كذبة، سواء كذبة صغيرة او كبيرة. تاني حاجة الخيانة، والخيانة بتيجي ازاي بقى؟ هقول لكم، اي علاقة حب كبيرة لازم الشيطان يتدخل فيها، فالشيطان يدخل يهيئلك الشخص ده احسن من خطيبك، ده مثلا ممكن يخرجك لو هو حبسك، ده ممكن يتفاهم معاك لو بتعارك معاك كتير، ده ممكن مثلا يخليكي تشكيله وتحكيله من غير ما يزهق من كلامك، ولو خطيبك بيزهق بسرعة وكده، فيهيئلك ان الشخص ده احسن من خطيبك، فتضطر انت تتجهي للطريق التاني اللي هو الخيانة. هو نفس الكلام، الفلانة الفلانية دي شكلها كده اجمل من خطيبتك، شكلها كده ما بتعملش مشاكل زيها، ومش يعني مش بتخترع حاجات وبتتلكك زيها ولا الكلام ده خالص. يضطر هو يفكر في الموضوع ويقول ايه ده، طب ممكن بجد تكون احسن من خطيبتي. تبدأوا انتوا الاتنين تشككوا في صفات بعض وفي مواصفات بعض لدرجة تخليكم تقبلوا بالخيانة، فدي تاني حاجة بتدمر الحب. حاجة تانية الخيانة، اللي هي طبعا بتاعت المتجوزين، اهمال الزوجة، اهمال الزوج، الحاجات دي ده موضوع تاني لوحده انا ما بتكلمش فيه، انا بتكلم عن المخطوبين او ايه الحاجات اللي بتدمر الحب. ايه الحاجات اللي بتدمر الحب بعد الجواز؟ دي حاجة تانية خالص، اللي عايزنا اتكلم فيها يقول لي وانا ابحث عن الموضوع ده واتكلم فيه. تمام، احنا قلنا الكذب، قلنا الخيانه، تالت حاجه واهم حاجه الانانيه. يعني ايه انانيه؟ يعني مثلا تكون الباشا مثلا قاعد مع صحابه ومنعك ان انت تشوفي صحابك نهائي، مش معنى ان انت ما تشوفيش صحابك، مثلا زي ما قلت ان هو يكون مع صحابه ويمنعك ان انت تشوفي صحابك، مانع ان حد يكلمك، يكلم حد ويقول له لو سمحت ما تجيلهاش تاني، لو سمحت ما تعرفش اخبار عنها تاني، لو سمحت تجنبها خالص. يعني ايه؟ هو يكون سامح لنفسه يبقى ليه صحاب وانت مالكيش صحاب، يعني يسمح لنفسه ان هو يكون متضايق فيشكي لحد من صحابه وانت ممنوع ان انت تشكي لحد من صحابك. يعني ايه الكلام ده؟ حاجه في منتهى الانانيه بجد. حاجه تانية انه مثلا هو يكون يدي لنفسه حق
ان هو يزعل ويغضب منك وما يتكلمش معاكي، والراجل عنده دم والراجل حسيس قوي، وانتي لما تيجي تعيطي او تزعلي انتي نكدية. ايه اللي ادالك الحق ده ان انت تزعل وتقول عليا انا نكدية؟ فين الحق في كده بقى؟ انت كده ظالمني. هي دي الانانية. الانانية بقى عندك انتي، ان انتي مثلا يبقى هو قالك خرجي مثلا، ماشي، انتي خرجتي فديتي الحق لنفسك ان انتي تتأخري، ولما جيت اعارك معاكي قلت له فيها ايه يعني اما اتاخر، وفيها ايه يعني مش عارفه ايه. لما هو يجي يتاخر بره ويقعد على القهوه تفتحي له مرشح، اتاخرت ليه، عملت ايه؟ طب ما انت برضو اتاخرتي، اتاخرتي مع عيلتك، اتاخرتي. طب ما ليه بتدي لنفسك حق مش حقك؟ يبقى الكذب، الخيانه، الانانيه، اكتر 3 حاجات ممكن يتدخلوا ويدمروا الحب. حاجه رابعه بقى، وده المهم، ودي الحاجه اللي احنا بنقع فيها كلنا، تدخلي الشخص ما بينكم يصلح ما بينكم. والشخص ده انا مش بقصد بيه الاخت او الاخ او الام او الاب، انا بقصد بيه الحبشتكنات بقى اللي حواليكم، الناس بقى ايه اللي مستنية ايه وقوعكم، صاحبتك، صاحبه، مش عارفة مين. في الاخر تكتشف اصلا ان هما في عشة زوجية بعديها بشهر. ايه يا حبيبتي، ايه دي مش كده، الدنيا كلها طارت الا حبيبي يعني ولا خطيبي. ما تدخليش واحدة صاحبتك ما بينهم، وانت ما تدخلش واحد صاحبك ما بينك انت وخطيبتك، لان في حل من الاتنين، يا اما البنت هتسيبك عشانه ودي حاجة اكيدة، يا اما الحاجة التانية ان هي هتعجب بصفات صاحبك الرؤوف النبيل الخالد الجميل الهادئ اللي بيصلح ما بينكم، وان انت الشيطان، وساعتها في الاخر هتكرهك. في الحلين انت الخسران. فيا جماعة ما تدخلوش حد ما بينكم خالص. حاجة خمسة بتدمر الحب، الاهل. يا جماعة الاهل لو يبعدوا عن الرجالة بالذات كل حاجة تتم. الحما، الحما لما تكون وحشة، الراجل برضو، الحما يعني الراجل لما يكون وحش، كل ده بيأثر على الحب. يفضل يغني في ودن الولد، يغني 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 لحد ما يكرهه بص في البيت خالص بقى، فيضطر الولد يعيد حساباته. الدرجات دي انا كان اختياري صعب ووحش ومريع للدرجات دي؟ يعني انا كنت افكر انها حلوة. تصدق يا بابا عندك حق، من غير اصلا ما يتكلم مع البنت يكرهها منه لنفسه من كلام اهله. ده من نظري يا جماعة اكتر حاجة بتدمر الحب. لو بتعانوا من اي حاجة من الحاجات اللي انا قلتها، حاولوا ابعدوا عن المشاكل، ما تبعدوش عن اللي انتوا بتحبوهم، ابعدوا عن المشكلة ذات نفسها، ما تبعدوش عن الطرف التاني. ياريت اكون قدرت افيدكم، واستنوني بقى في الفيديو الجديد. باي حبايبي.